خمسة. قام مائير كيستر في إسرائيل بترجمة القرآن الترجمة الرابعة إلى اللغة العبرية. إذن تقول أمام الرب إلهك: كان أبي أراميا تائها، أو أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. في مواضع أخرى سيقول: فحسدنا المصريون. في هذه النص من التثنية أو الدفرين باللغة العبرية: فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا إلى الرب إله آبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فأخرجنا من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. هذا النص سيقول تاريخ الأديان إنه نص أراد من خلاله المؤرخ التثنوي، سنرى هذا في نظرية أقسام التوراة أو النظرية الوثيقية، هي رواية شعب عن نفسه. هذا الخروج قلت لا تشير إليه كل سجلات المصرية الفرعونية. في هذا النص الصغير نجد حديثا عن مفهوم الخروج، عن مفهوم الاصطفاء، عن مفهوم الأرض الموعودة، عن مفهوم الألوهية. كل هذه المفاهيم التي اعتبرناها من خصائص الشعب أو هذه الديانة نجدها في هذا النص. ونحتفظ إذن في أذهاننا به ونشرع في تحليل القسم الأول، مفهوم أو المفهوم الأول، وهو مفهوم الاصطفاء. الاصطفاء في اليهودية هو العقيدة التي تقول بأن الله اختار من شعوب الأرض شعبا فضله على البقية. ونجد في الحماش، يعني في القسم، في الأصفار الخمسة، هذه العقيدة بتفصيل، وخصوصا في سفر ما يسمى بالخروج، أو السفر الذي يسمى بالعبرية شيموت. في الواقع ما اسموش الخروج، اسمه شيموت، وكلمة شيموت هي جمع لكلمة اسم شم، ولجمع شيموت لأنه أول كلمة في السفر هذا هي ذئلي شيموت بني إسرائيل، هذه هي أسماء بني إسرائيل كيف توزعت، كيف خرجت من مصر وكيف توزعت في بلاد كنعان في فلسطين. نجد في سفر الخروج أو سفر الشموت: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين شعوب الأرض، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. شعب مقدس وشعب اختاره هذا الإله. هذا الاختيار أو هذا الاصطفاء لشعب إسرائيل، الشعب نفسه سيصير مقدس. نجد أحيانا في سفر الخروج أو في الحماش أن هذا الاصطفاء مشروط أحيانا بشروط، ولكننا نجد في أحيان أخرى هو
غني عن أي شرط. معنى ذلك سجل بني إسرائيل بربي لأنك شعب مقدس للرب وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، لأنه حمله، لأن الله حمله مهمة سينوء بها هذا الشعب وهي إعلان التوحيد. هذا هو يعني عرضنا هذه الأمانات على كل الشعوب فأبينها وحملها شعب إسرائيل، هذا هو المعنى. ولكن نجد أحيانا أن هذا الاصطفاء هو دليل محبة إلهية خالصة معراة عن الشروط، هو حب من هذا الإله لهذا الشعب. وهذه العلاقة بين الإله وشعب إسرائيل هي علاقة الزوج وزوجته بنفس هذه العبارة. النبي في نص النبي هوشع نجد أن هذه العبارة عندما يغضب هذا الشعب هذا الإله عن شعبه يصف علاقته به بأنه عوض أن يختار امرأة صالحة اختار امرأة زانية، يشبه شعب إسرائيل بأنه امرأة زانية. يتحدث الله إلى النبي هوشع فيقول له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولادا زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ولكن هذا الإله لا يصبر على شعبه حتى إن غضب عليه فإنه يعود إلى اصطفائه من جديد. هذا العهد هذا الاختيار سرعان ما يعود من جديد لأنه أدرك أن هذه المهمات العظيمة لا يمكن أن يقوم بها غير شعب إسرائيل. حتى إن صادف أن غضب هذا الإله عن هذا الشعب فإنه سرعان ما يعود. بعد ذلك هذه الفكرة الأساسية في سفر الشموت، ولكن اليهودية الربانية في القرون الوسطى ستأخذ هذا الأمر بتفصيل كبير. هل إن شعب إسرائيل هو في حجم هذه المسؤولية؟ هل إن هذا الاختيار يعبر عن حرية أم أن الإله مجبر عليه؟ ناقش اليهود في القرون الوسطى أن الله مجبر على اختيار شعب إسرائيل وليس حرا في ذلك. إذن هذا في الواقع هو ليس موضوع هذه المحاضرة، هذا من تفصيلات القرون الوسطى وما يسمى باليهودية الربانية. ولكن الفكرة كما قلت هي أنها هذا الاصطفاء واقع في سفر الخروج، هو اصطفاء أبدي قد ينقطع ولكنه مستمر يعود من جديد، وترتب عن هذا الاصطفاء أن هذا الإله أراد أن يعطي لهذا الاصطفاء شكلا معينا هو شكل الوثيقة المكتوبة مع شعبه. ومن هنا جاءت الفكرة الثانية وهي فكرة العهد التي سيتحدث عنها القرآن بلفظ الميثاق، أخذنا ميثاق بني إسرائيل. لم تتصور التوراة أو تحدثت التوراة أو الحماش عن علاقة إسرائيل أو شعب إسرائيل بالإله على نمط الحديث على نمط الملوك الذين عرفهم الشرق الأوسط آنذاك، مع خاصية أساسية أن العقود كانت تتم بين ملوك ومغلوبين أو ملوك وجماعات. مع إسرائيل سيكون هناك عقد بين الله وشعب إسرائيل، وهذا العقد وهذا العهد تم بطلب من إله إسرائيل وليس من شعب إسرائيل. الله هو الذي طلب أن يبرم هذا العقد. علاقة إسرائيل بإلهها هي علاقة الند للند، ليست علاقة الملك أو الإمبراطور في ذلك الزمان أو الحاكم ومن تمكن منهم بالغلبة أو من أجرى معهم عقودا. إذن هو عهد بين إله وشعب، ولكن الإله هو الذي أراد أن يبرم هذا العقد، وهو أمر مفهوم لأن شعب إسرائيل يتصور أنه يعيش في منطقة جغرافية
لا يمكن أن يحتمي فيها أو أن يبرم عهدا مع ملك من الملوك. جرب الفراع جرب الملوك فوجدهم فراعنة، وجرب الملوك الأشوريين والأراميين والأدوميين فلم يجد منهم إلا كل كفار أثيم، لذلك اختار أن يبرم عقوده عقود العهد مع إله يوفر له هذه الحماية من شعوب من محيط معاد. هذه العهود في الواقع ما قلت هي عهود أو هي عقود يتم تحيينها بلغتنا اليوم، لغة الصحافة اليوم تحيين العقود، لأن أول عقد أبرمه الله مع سنرى الله نقول الآن الله لكن تسمية ستختلف بعد قليل، أبرمه مع نوح بعد الطوفان. أبرمه بعد الطوفان وكان يجب في كل مرة أن يتجلى الله، أن يقدم أن يظهر لمن أمضى معهم هذه العقود، فتجلى إلى نوح ومن نجا من الطوفان في شكل قوس قزح أركونسيال. تقول التوراة إن هذا التجلي، أن هذا القوس قوس قزح هو شكل من أشكال التجلي هذا الذي أمضى عقدا مع نوح وأمضاه مع البقية الباقية من أهل نوح وكل من حملت السفينة من الحيوان والإنسان، وأنه حكم على نوح